الثنائي مورات جيجن اوغلو وفولكن جرتبيه. مورات وفولكن والثنائي السويسري باللباس الاحمر والرمادي على يسار الشاشه والثنائي ميتيرال وهاوزنر. من سيلتحق بالمباراه النهائيه لملاقات الثنائي العالمي الذي نجدد له التبريكات بتاهيله للمباراه النهائيه؟ احمد شريف يونس واحمد تيجان. النقطه الاولى للثنائي السويسري. ماتيرال اللاعب رقم واحد وهاوزنر اللاعب رقم اثنين. نشوف مورات اوغلو اللاعب رقم واحد وفولكن جيتيبيه اللاعب رقم اثنين. النقطة الأولى لمصلحة السويسري الثنائي. كيف ستكون النقطة الثانية في هذا الشوط؟ هي نقطة التعديل للثنائي التركي عن طريق اللاعب فولكن جيرتبيه. الثنائي التركي تمكن من إقصاء الثنائي القطري الفريق باء والمكون من محمود عصام وزياد عبد المجيد بعد تمكنهم من الفوز بشوطين مقابل لا شيء يوم أمس. مباراة دور الثمانية أقيمت يوم أمس. الثنائي السويسري تمكن من التأهل إلى الدور النصف النهائي وهذا الدور بعد أن تمكن من الفوز يوم أمس على الثنائي التركي أورلو وسكيرسي يوم أمس بشوطين مقابل لا شيء. المباراة الأولى اليوم النصف النهائي الأول تمكن شريف وأحمد تيجان الثنائي القطري بالفوز على الثنائي الروسي جوسيف وشوستروف. لمن ستكون هذه المباراة ولمن سيكون التأهل إلى المباراة النهائية الوصافة أم الذهب؟ وفي ملاقاة الثنائي القطري الأتراك أم السويسريين؟ نقطة تقليص الفارق الآن بضربة ساحقة من فولكن جيرتبيه. شوف ضربة جميلة وكرة رائعة. هذا فولكن ارسالاته حلوة ارسالاته خطيرة ارسالاته ارهقت للأمانة يوم أمس الثنائي القطري. وحائط صد ولكن الكرة إلى خارج الملعب. الكرة إلى خارج الملعب و نقطة الآن لمصلحة الفريق السويسري. 4-2 النتيجة مع احتجاج بسيط. احنا نقول احتجاج بسيط. هاوزنر في الإرسال ونقطة تركية. نقطة تركية وأربعة ثلاثة. نقطة تركية وأربعة ثلاثة. شوف وحديث من تحت الشبك. حديث بين ميترال ومورات. الكل يقول آخر لمسة كانت عندك لأن الكرة خرجت خارج الملعب. ونقطة عن طريق اللاعب هاوزنر اللاعب القصير المكير هاوزنر. نقطة سويسرية 5-3. مباراة متكافئة جدا والكرة خارج الملعب 5-4. إذن الفريق التركي يبحث عن التعديل. هل سيكون له ما يريد بإرسال ساحر أم للسويسريين رأي آخر والحفاظ على الفارق النقطي؟ نشاهد الآن الضربة الساحقة. نعم لهم السويسريون ما أرادوا ووسعوا الفارق من جديد إلى نقطتين 6-4. ولكن المباراة جميلة ومتكافئة إلى حد كبير. النقطة هذه تدل بأن لا تطلع بلوك، ارجع للدفاع. هذا اللي فهمته طوال الايام. شوف خلاص عرفت لهم خلاص الحركه اللي بالصبعين هذه يعني ما راح نطلع بلوك. داخل الملعب ونقطه سويسريه جديده 7-4.
خطأ في قراءة الكرة. أيضا إشارة من مترال، أرجع ودافع. مترال يغلق كل شيء. 8-4 توسع الفارق للفريق السويسري. هذا الذي يدعى مترال، وحائط صد جميل ورائع، أغلق كل شيء أمام الأتراك. جيجن أوغلو وكيرك تيبيي، الثنائي التركي. 8-4 النتيجة. We're with you in this beautiful evening on the second semi-final happening under the Doha Beach Volleyball Cup. Switzerland leading the first half by 8 points. Turkey is still behind by 4 points only. مشاهدينا الكرام بأن المباراة النهائية ستقام في تمام الساعة 9 مساء. لهذا وفي هذا المساء وفي الساعة 8 مساء تحديد المركزين الثالث والرابع، يعيد الكرة ولكن إلى خارج الملعب. هاوسنر السويسري اللاعب رقم 2، ونقطة تقليص الفارق الآن لمصلحة الثنائي التركي. شوف فولكان التركي يعيد الأمل. الآن الكرة إلى خارج الملعب. 8-6 وتقليص الفارق إلى نقطتين وتبديل الملاعب مع الوصول إلى النقطة 14 في هذا الشوط. مجموع نقاط الشوط 14 حتى الآن. مرت في الإرسال مترال وجانس بول. الآن الفريق التركي لعبها، جابها مرة أخرى، يضرب وتعود مرة أخرى. الفريق التركي مرات يقلص الفارق. الآن الفريق التركي راح يركز في إرساله على إعطاء الكرة لمين؟ لهاوزنر القصير، لأن هاوزنر إذا استقبل الكرة يضطر مترال في الإعداد، والضرب ليكون لهاوزنر اللي هو أضعف. شوف شوف شوف، أوه عدلوا النتيجة الأتراك، عدلوا النتيجة الأتراك. خلاص أعرفوا السر وأعرفوا نقطة الضعف للفريق السويسري. هل لهم ما يريدون أم ماذا؟ شوفوا جابوها خلاص فولكان جيرتيبيي. لكن مترال تعود، يضرب مترال الضارب القوي، ضارب قوي. هذا مترال اللاعب رقم 1. 9-8 الآن. عادوا إلى التعادل الفريق التركي، عادوا إلى أجواء اللقاء وأجواء هذا الشوط الأول في هذا النصف النهائي الثاني لهذه البطولة واليوم الختامي. ونقطة لمصلحة الفريق التركي. فولكان جيرك تيبيي والفريق التركي يعدل النتيجة من جديد. وكيرك تيبيي في الإرسال يلعبها إلى هاوزنر يضرب، رجعها مورات، تعود إلى هاوزنر مرة أخرى، ولكن في حائط الصد التركي، والكرة إلى ملعب الفريق التركي أيضا، ونقطة التقدم من جديد للفريق السويسري. الآن الفريق السويسري حتى الآن، يعني عودة الفريق التركي ربما أربكت، أربكت نوعا ما الفريق السويسري، إلا أنه عاد مجددا لأجواء اللقاء. لا أنا أعتقد بأن 11-9 أو 10-9، أنا أقول نعم 10-9، في شيء خطأ، وتعديل النتيجة من جديد لمصلحة الفريق التركي. و النتيجة تشير إلى
10 10 التعادل وتايم اوت. تايم اوت يطلبه الفريق السويسري. شاهد هنا الهايلايتس واللقطات، نشاهد كيف أدرك الفريق التركي وعرف الخطة بأن هاوزنر اللاعب رقم 2 الفريق السويسري هو ضارب مش قوي، يعني أيضا لاعب قصير القامة بالنسبة للاعبي كرة الطائرة الشاطئية، لذلك ركزوا عليه في إرسال الكرة الأولى والاستقبال. الكرة تكون عنده، شوف شوف خلاص عنده الكرة، ما يبون ميترال يشوت، ولكن هاوزنر هذه المرة يخترق يخترق حوائط الصد التركية ويغلق كل شيء ويعدل النتيجة 11-11. ميترال ميترال وإرسال خاطئ. الفريق التركي يتقدم من جديد، عاد الفريق التركي وعاد بقوة بعد أن كان متأخرا بفارق 4 نقاط عندما تقدم الفريق السويسري ب8 نقاط مقابل 4، إلا أن عودته كانت قوية. ومورات مورات يغلق من جديد، ولكن المرة الثانية لم يرتقي ولم يقفز، لذلك الضربة كانت ساحقة وصعبة على فولكن جيرتيبييه. إعادة الكرة، لذلك النقطة كانت سويسرية ونقطة التعديل 12-12 الآن. إرسال جميل ونقطة تركية جديدة 13-12. يستمر الفريق التركي الآن بالتقدم ويلاحقه الفريق السويسري. الفريق السويسري يلاحقه، وذلك لعدم ترك هذا الشوط. ونقطة جديدة هازنهاور. والله مبهينين الفريق الروسي، يلعبون مباراة جميلة ورائعة. أيضا الفريق التركي ميترال وهازنهاور ونقطة سويسرية. نقطة سويسرية الآن. الحوار والسجال كان فوق الشبكة بين العملاقين ميترال ومورات. النهاية كانت لمصلحة الفريق السويسري 14-13. يتقدم السويسريون الآن. هل يرد مورات؟ وبكل قوة يرد مورات بضربة ساحقة. والنقطة 14 تعادل وتبديل الملاعب الآن. وصلنا للنقطة 28 في هذا الشوط، لذلك وجب على اللاعبين والفريقين تبديل الملاعب. الفريق التركي باللباس الأزرق والأسود على يمين الشاشة، الفريق السويسري باللباس الأحمر والرمادي على يسار الشاشة. وجيركتبيه في الإرسال. هايزنهاور هايزنهاور يضرب جابها. لا صعبة خلاص، صعبة 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 عليك. والتقدم السويسري من جديد 15-14. التقدم السويسري الآن. والإرسال عند هايزنهاور أو هاوزنر، أنا غيرت اسم الرجال وقلبته وغيرته، هو هاوزنر. يلعب الكرة هاوزنر ونقطة سويسرية جديدة 16-14. يتقدم الآن بفارق نقطتين الفريق السويسري. هل يعيد الكرة ويوسع الفارق من جديد إلى 4 نقاط مثل ما فعل مع بداية هذا الشوط، أم للأتراك أو الثنائي التركي رأي آخر؟ نعم لهم رأي آخر، وقلصوا الفارق إلى نقطة واحدة الآن. نقطة واحدة 15-16 ومورات في الإرسال. وهاوزنر يضرب، أيضا هاوزنر يضرب ويحقق الفارق مرة أخرى ويوسع الفارق إلى نقطتين 17-15 الآن.
ميترال في الإرسال. ضربة ساحقة من فولكن. جيرت فولكن. تقليص الفارق. 16-17 والإرسال عند جيرك فولكن تيبيي. فولكن جيرك تيبيي. لاترال يضرب لكن مورات من جديد. مورات من جديد يغلق المنافذ أمام ميترال العملاق ويحقق التعادل 17-17. شوط مثير، شوط حماسي ومثير. لمن ستكون الغلبة في النهاية؟ ميترال. حلوة 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 يا ميترال، لعب كرة جميلة ورائعة. والنقطة 18 لمصلحة الفريق السويسري. 18-17 وتبديل الملاعب من جديد. وصلنا للنقطة كم؟ 35. نعم 35 نقطة في هذا الشوط. 18 للفريق السويسري و17 للفريق التركي. والإرسال الجميل من هاوسنر. تعود الكرة، جابها ميترال بدوره فولكن. أيضا ميترال يضرب. مورات خاطئة يا مورات، خاطئة يا مورات. والتقدم للفريق السويسري الآن بحاجة إلى نقطتين فقط لينهي هذا الشوط لمصلحته. هاوزنر في الإرسال. كيف ستكون هذه الكرة وكيف سيكون هذا الإرسال؟ هاوزنر استقبال من مورات. مورات يضرب، جابها. لا، نقطة تركية. النقطة 18 وتقليص الفارق. الآن هذه النقطة مفصلية للفريق السويسري والتركي. إما إنهاء الشوط أو الاقتراب أكثر فأكثر، أم للترك عودة وكلمة أخرى. السويسريون يقتربون أكثر فأكثر الآن بهذه النقطة الأخيرة. 20-18 شوط أول جميل ومثير. ميترال في الإرسال. هل ستكون النقطة الأخيرة وهل سيكون الإرسال الأخير؟ نعم هو الإرسال الأخير وهي النقطة الأخيرة. 21-18 الثنائي السويسري يفرض كلمته من بداية الشوط. نعم كانت هناك عودة للفريق التركي في منتصف الشوط، إلا أن الخواتيم كانت لمصلحة الفريق السويسري وإنهاء الشوط لصالحه بنتيجة 21-18. استراحة قصيرة أعزائي المشاهدين والمتابعين ونعود مع مجريات الشوط الثاني في هذا اللقاء المثير. By the second referee blow whistle, Hatem Mohammed sends both of the team inside the court for the second half. Mithal with a smart line. Open the scoring in the second half. Switzerland won. You're the
tying point at the first scoring digit, 1-1 for Switzerland and Turkey. متابعين والنتيجة حتى الآن تشير لمصلحة الفريق السويسري، نقطتين مقابلة نقطة واحدة لمصلحة الفريق. لا والله جاب التعادل الأتراك، الآن نقطتين للفريقين، التعادل. هل سيكون الشوط الثاني والأخير في هذه المباراة أم للأتراك رأي آخر ويؤجلون الحسم إلى الشوط الحاسم والفاصل الشوط الثالث؟ سنشاهد الآن وسنتابع. تقدموا الأتراك بثلاثة نقاط مقابل نقطة واحدة، ولكن أهدوا التعادل من جديد للفريق السويسري بإرسال خاطئ من جيجن أوغلو، مورات جيجن أوغلو هذا التركي العملاق. ولكن حتى الآن في هذا الشوط لا أو في هذا أو في الشوط الله ميترال ميترال 4-3. توني بقول لكم بأن مورات جيجن أوغلو لا يبلي كعادته البلاء الحسن. الشوط الأول ما قدم المستوى المطلوب أوغلو، لذلك تمكن الفريق السويسري من إنهاء الشوط الأول لمصلحته. الشوط الثاني كيف سيكون ولمن سيكون؟ سنشاهد وسنتابع الآن. الكرة جابها ميترال، فرصة الآن للفريق التركي للتعديل. أوغلو خارج الملعب يا مراد، خارج الملعب يا مراد، ونقطة سويسرية جديدة وتوسيع الفارق إلى نقطتين الآن، نقطتين لمصلحة الفريق السويسري. 5-3. مورات إلى فولكن يضرب، وميترال ميترال يغلق المنافذ، بلوكر رائع وجميل، ونقطة سويسرية جديدة وتوسيع الفارق إلى 3 نقاط الآن هاوزنر في الإرسال، مورات في الإعداد، فولكن يضرب سهل، جابوها السويسريين، ولكن مورات هذه المرة يعود بحائط صد جميل، يعود بالكرة ويعيد الكرة إلى ملعب الفريق السويسري ويقلص الفارق إلى نقطتين. مراد is showing the scoreboard. Okay. 6-4 الآن. حديث. Correct. حديث حكام اللقاء. 6-4 النتيجة مضبوطة. الحين 6-5. أو لا 7-4 عفوا 7-4 لمصلحة الفريق السويسري. السويسريين باللباس الأحمر، الأتراك بالأزرق، تعودنا على الأتراك اللباس الأحمر للأمانة، عشان كذا أنا متلخبط شوي، لكن معليش اللون الأحمر مرتبط بالعلم التركي، وأيضا والله حتى السويسريين علمهم أحمر. طب وبعدين يلا نعديها بعد، شو نسوي؟ نعديها ونشوف لمن ستكون الغلبة في هذه المباراة، ومن المتأهل لملاقاة العملاقين الرائعين لمنتخبنا الوطني شريف وتيجان، شريف يونس وأحمد تيجان. الآن مورات في الإعداد، فولكن يضرب، يا سلام عليك يا هاوزنر، يا سلام عليك يا هاوزنر، ولكن الكرة مش بالشكل المطلوب يا ميترال. يا مورات يعيد الكرة إلى ملعب المنتخب السويسري ويكسب هذه النقطة الأخيرة، وتبديل الملاعب من جديد. 8-6 وصلنا للنقطة 14 في هذا الشوط. نشوف
حكم اللقاء المساعد حاتم حامد يا ابو حامد يضبط المرسل يقول للمرسل رقم اثنين نشوف هاوزنر اترال هاوزنر مرة اخرى جابها مرات الان المرسل واندرفار بلوكر مثل ما قال المعلق او المذيع الداخلي في هذه المباراة واندرفال واندرفول بلوكر حائط صد جميل من ميترال السويسري والآن يعود الفريق التركي لتقليل الفارق إلى نقطتين 9-7 نشوف مرات في الإرسال إرسال خاطئ مرات مش مرات اليوم مرات جيجين أوغلو مش مرات المعتاد هاوزنر في الإرسال هذا القصير المكير الذي يقدم مباراة أكثر من رائع شوف الإرسال شوف الإرسال الجميل ولكن فولكن أيضا هاوزنر يضرب جابه خارج الملعب من فولكن ونقطة سويسرية جديدة 11-7 تايم أوت يطلبه الفريق التركي مورات وفولكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإدراك الفارق النقطي الذي وصل إلى 4 نقاط خلاص هذا الشوط ما فيه تعويض هذا الشوط إذا خسره الفريق التركي نقول له المركز الثالث والرابع يا عزيزي وملاقات الفريق الروسي أليكسي غوسيفوا بافل شاستروف اللي خسروا من الثنائي القطري العالمي شريف يونس واحمد تيجان The 30 seconds time out for the Turkish team just ended sending both of the teams back to عودة اللاعبين إذن لأرضية الملعب on the second semi-final today we are witnessing in the one star beach volleyball هاوزنر في الإرسال إرسال فلوتر جميل ولكن خارج الملعب خارج الملعب ونقطة تركية جديدة 11-8 فولكن في الإرسال فولكن في الإرسال ومورات وإشارة مورات ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ تعني أن هناك حائط صد عالي السد التركي العالي جيجن أوغلو جيجن أوغلو التركي ونقطة تقليص الفارق إلى نقطتين 9-11 لمصلحة المنتخب السويسري والكرة لمصلحة تيم أيضا ماتيرال 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 ما الحل يا عزيزي التركي هاوزنر القصير المكير يضرب ولا يبالي ماتيرال العملاق السويسري أيضا يضرب ولا يبالي ما الحل إذا عزيزي التركي ما الحل يا عزيزي التركي هذا التكنيكال تايموت ووصول النقطة والوصول إلى النقطة 21-12-9 الآن لمصلحة السويسريين حتى الآن فريق يقدم مباراة أكثر من رائعة ما زلنا معكم في كأس الدوحة العالمية لكرة الطائرة الشاطئية ضمن الجولة العالمية لفرق النجوم الوحيدة نشاهد الآن عودة اللاعبين لهذه الأمسية بين سويسرا المتقدمة بالشوط الأول ب 21-18 أرضية الملعب نتيجة 12-9 لصالح سويسرا لاستئناف ما تبقى ماتيرال الذي لعب الإرسال فولكن يضرب وبقوة في أقصى الملعب أقصى الملعب ونقطة تركية عن طريق اللاعب فولكن كيرتبيي 10-12 لمصلحة الفريق السويسري الإرسال عند مورات هاوزنر في الاستقبال هاوزنر من جديد حلوة 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 الفريق السويسري الفريق السويسري يتلاعب بالفريق التركي كما يشاء بالثنائي التركي ويوسع الفارق من جديد إلى 3 نقاط وهاوزنر مرة أخرى في الإرسال مورات يضرب جابها هاوزنر مرة أخرى تستحق نقطة ولكن مورات
أوه هي نقطة سويسرية. أنا ما شفت الكرة، أنا ما شفت الكرة بالشكل المطلوب ولا إيش؟ نشوف الكرة من وين عدت. أوه الكرة في الملعب، الفريق التركي ونقطة سويسرية. والله هاوزنر يستحق، قلتها بصفنية بأن هاوزنر يستحق النقطة، لذلك أتت النقطة لمصلحة هاوزنر والفريق السويسري. الآن الفريق التركي بدوره يعيد الفارق إلى 3 نقاط، ولكن الفرصة مواتية للسويسريين لإعادة الفارق وتوسيعه إلى 4 وربما زيادة الفارق. الفريق السويسري حتى الآن هو الأقرب، هو الأقوى، هو المتماسك أكثر، هو اللي يقدم مباراة جميلة حلوة. هاوزنر ما الذي يفعله هذا القصير المكير؟ هاوزنر وأداء أكثر من رائع. يعني الفريق التركي اعتمد على إرسال الكرات إلى هاوزنر والابتعاد عن ضربات ميتيرال. لا خلاص، لا أعتقد خلاص، لا 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 لا، أعتقد الثنائي السويسري إلى المباراة النهائية حتى الآن هم الأقرب، هم الأقرب، هم الأجدر، هم الأفضل. أيضا نقطة سويسرية، 17-11 الآن، 17-11. السويسريين حلوين 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 حلوين، الفريق أو الثنائي السويسري. الوعد في الفاينل يا هاوزنر ويا ميتيرال أمام العملاقين، الوعد في الفاينل. و 17-11 الآن فرصة للتوسيع ولا إيش؟ هاوزنر نقطة جابها فولكن، فرصة من جديد تعود لمصلحة السويسريين، جابها فولكن مرة أخرى، نقطة وفرصة. هاوزنر ميتيرال داخل الملعب يا ميتيرال، ونقطة سويسرية جديدة. اقتربوا كثيرا كثيرا، اقترب السويسريون لإنهاء هذا الشوط لمصلحتهم. سنشاهد الآن كيف ستكون هذه الكرة. جابها؟ لا ما جابها، ما جابها ميتيرال. محاولة هاوزنر كانت جيدة، إلا أن ميتيرال كانت صعبة عليه، صعبة عليه، ردة فعل لم تكن بالسرعة الكافية. ونقطة تقليص الفارق إلى 6 نقاط، 12-18 لمصلحة الفريق السويسري. التقدم، استقبال من ميتيرال. هاوزنر، ميتيرال نزلها، ميتيرال في ملعب الفريق التركي. والنقطة 19-12 لمصلحة الفريق التركي، لمصلحة الفريق السويسري عفوا. اقتربوا 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 كثيرا. الآن كيف ستكون هذه النقطة؟ خاطئة، البلوك موجود مرة أخرى. ميتيرال يغلق كل شيء، فرصة فرصة. ميتيرال السويسري الرائع، اللاعب رقم 1 والماتش بوينت، ماتش بوينت، نقطة المباراة لمصلحة الفريق السويسري. وهاوزنر في الإرسال، هاوزنر في الإرسال. للأمانة الفريق التركي يعني نقولها بالعامية خذل 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 متابعي ومعجبي. والنقطة الأخيرة مجانية وهدية من الفريق التركي للفريق السويسري، ونهاية المباراة والشوط الثاني بفوز الفريق السويسري وتأهله إلى المباراة النهائية لملاقات الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان. أعزائي